بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة المنافقون. كنت أنوي أن يكون يوم الاثنين مخصصا لجزء تبارك، باعتبار أن ممكن بعض السور تقسم إلى نصفين، ولكن الأمر إن شاء الله سيسري على أننا ما سنقطع سورة إلى يعني سورة يعني سفسر إن شاء الله بكاملها. فبالتالي نعود إلى الترتيب بقدر المستطاع، يعني يوم السبت خلينا في جزء عامة، والحد والاثنين بيكملوا بعض، لأن مش هتنقطع صورة بحيث لو في أخ بيحضر في الفتح وما يحضرش هنا هيروح عليه شيء يعني. فهنكمل السبت والحد بترتيب السور. فبالأمس فسرنا سورة الجمعة، واليوم إن شاء الله تعالى نشرع في تفسير سورة المنافقون، وهي السورة 63 في ترتيب المصحف الشريف، وهي مدنية وآيتها 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا أي بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم. نشهد إنك لرسول الله، نشهد هنا بمعنى نحلف، فعبر عن حلفهم بالشهادة، لأن كل واحد منهما إثبات أمر معين أو إثبات لأمر معين. نشهد إنك لرسول الله، كسرت همزة إن لدخول اللام المزحلقة على خبرها. والله يعلم إنك لرسوله، هذه جملة اعتراضية، فالواو هنا للاعتراض. والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد أن يعلم إن المنافقين لكاذبون فيما أضمروه مخالفا لما قالوه. اتخذوا أيمانهم جنة، هذه الجملة مستأنفة مسوقة لبيان كذبهم وحلفهم عليه. اتخذوا أيمانهم، أيمانهم جمع يمين، جنة وقاية وترسا وسترة عن أموالهم ودمائهم ليحموا دماءهم وأموالهم، فتظاهروا بالإسلام حماية لها، فصدوا عن سبيل الله، صدوا بها أي بالأيمان عن سبيل الله أي عن الجهاد فيه، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك يعني سوء أعمالهم، المفهوم من قوله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك أي سوء عملهم بأنهم آمنوا أي باللسان ثم كفروا أي بالقلب، أي استمروا على كفرهم به، فطبع أي ختم على قلوبهم بالكفر، فهم لا يفقهون الإيمان. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لجمالها، وإن يقولوا تسمع لقولهم لفصاحته. ولا بد هنا من تضمين تسمع معنى تصغي وتميل، تبريرا أو تسويغا لتعديته باللام،
ما دامت عديت باللام فهنا لابد من تضمين ايه؟ ان تسمع بمعنى ايه؟ تصغي او تميل، تصغي لقولهم. وان يقولوا تسمع لقولهم اي لفصاحتهم، كانهم من خشب مسنده، هذا كلام مستأنف، كانهم اي من عظم اجسامهم في ترك التفهم. خشب بسكون الشين وضمها، اما خشب او خشب مسنده، مماله الى الجدار، اي لا يسمعون ولا يعقلون، اشباح بلا ارواح واجسام بلا احلام. قال القشاني او قال القاسمي: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم، اي لتناسب اشكالهم وحسن مناظرهم وروائهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم أي للين كلامهم بما يدهنون فيه، كأنهم خشب مسندة أي في الخلو عن الفائدة، لأن الخشب إنما تكون مسندة إذا لم تكن في بناء أو دعامة لشيء آخر. وقال القشاني: روي عن بعض الحكماء أنه رأى غلاما حسنا وجهه فاستنطقه لظنه ذكاءه وفطنته، فما وجد عنده معنى، فقال: ما أحسن هذا البيت لو كان فيه ساكن. ما أحسن هذا البيت لو كان فيه ساكن، لأن مثل هذا يكون مثل تمثال الشمع. وهذا معنى قوله تعالى: كأنهم خشب مسندة، أي أجرام خالية عن الأرواح لا نفع فيها ولا ثمر، كالأخشاب المسندة إلى الجدران عند الجفاف وزوال الروح النامية عنها، فهم في زوال استعداد الحياة الحقيقية والروح الإنساني بمثابة هذه الأخشاب. وفي قوله كأنهم خشب مسندة تشبيه مرسل تمثيلي، فالمشبه هم يعني رؤساء المنافقين من المدينة، وكانوا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويستندون فيه إلى الجذور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن حضره يتعجبون من هياكلهم المنصوبة. والمشبه به هو الخشب المنصوبة المسندة إلى الحائط. ووجه الشبه كون الجانبين أي المنافقين وهذه الخشب أشباحا خالية عن العلم والنظر، على حد قول حسان: لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير. لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، يعني طوال وعظام وضخام الأجسام، لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير. فقوله كأنهم خشب مسندة أو خشب مسندة ممالة إلى الجدار، لا يسمعون ولا يعقلون، أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام. يحسبون كل صيحة عليه، هذه جملة مستأنفة، يحسبون كل صيحة تصاح، أي صوت يسمعونه كأنهم هم المقصودون به، كنداء في العسكر أو رجل حتى بينشد ضلة، يحسبون أنه يصيح عليهم من شدة جبنهم، فهذا وصف لهم بالجبن والخور وعدم الشجاعة. يحسبون كل صيحة تصاح كنداء في العسكر وإنشاد ضلة عليهم، يعني يحسبون كل صيحة كائنة عليهم، لما في قلوبهم من الرعب أن ينزل فيهم ما يبيح دماءهم. قوله تعالى يحسبون كل صيحة عليهم تشبيه تمثيلي أيضا، أي أنهم لجبنهم وهلع نفوسهم واضطراب قلوبهم إذا نادى مناد في المعسكر أو انفلتت الدبة أو أنشدت ضالة وجفت قلوبهم وزايلهم رشدهم وحسبوا أن هناك شرا يتربص بهم وكيدا ينتظر أو ينتظر الإيقاع بأرواحهم. وقد رمق الأخطل سماء هذا المعنى فقال: ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجالا. يقول الأخطر: لا زلت يا جرير تظن كل شيء بعد خذلان قومك خيلا تكر، أي ترجع بسرعة عليهم لكثرة ما يساورك من الخوف. وغلى المتنبي في هذا المعنى
فقال: وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. إذا رأى مش يعني دول إيه، إذا رأى شيء، لكن ده حتى لو ما شاف شيء أصلا هو يتوهم إن إيه في رجل يطارده. وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. ويمكن أن يقال إن وجه الشبه هو عزوب أحلامهم وفراغ قلوبهم من الإيمان، ولم يكتف بالتشبيه بالخشب بل جعلها مسندة إلى الحائط للانتفاع بها، لأنها إذا كانت في سقف أو مكان ينتفع بها. هو الظاهر بل جعلها مسندة إلى الحائط لعدم الانتفاع بها، لأن إما الحائط يستعمل دعامة أو يستعمل في البناء، فلا يركن على الجدار إلا ما لا فائدة فيه، والله تعالى أعلم. هم العدو فاحذرهم، لا يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، الفاء الفصيحة، الفاء الفصيحة، أي إن عرفت صفتهم وماهية أحوالهم فاحذرهم. هم العدو فاحذرهم فإنهم يفشون سرك للكفار. قاتلهم الله، أهلكهم الله أو لعنهم الله. أن يؤفكون، كيف أن بمعنى كيف يؤفكون، كيف يصرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قيل لعبد الله بن أبي السلولي المنافق: إنه قد نزل فيك آي شداد، وهي التي ستأتي ردا على قوله ليخرجن الأعز منها الأذل، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لك. فجعل يلوي رأسه، جعل يلوي رأسه رافضا أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يستغفر له. فنزل قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله. تعالوا أي معتذرين تائبين، يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، وفي قراءة لووا رؤوسهم بالتشديد والتخفيف، يعني عطفوا، بمعنى لا 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 لن أفعل، لووا رؤوسهم أو لووا رؤوسهم. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، لووا رؤوسهم وأمالها، ورأيتهم الرؤية هنا بصرية، ورأيتهم يصدون أي يعرضون عن ذلك وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سواء عليهم، سواء هنا خبر مقدم، سواء عليهم أستغفرت لهم، الهمزة للتسوية، الهمزة للتسوية، أستغفرت لهم استغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الكافرين. ثم يقول تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا كلام مستأنف جار مجرى التعليل لفسقهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم علل لماذا هم فاسقون: هم الذين يقولون، يعني لأصحابهم من الأنصار، لا تنفقوا على من عند رسول الله أي من المهاجرين حتى ينفضوا، يعني حتى يتفرقوا عنه، لأجل فحتى ينفضوا بمعنى لأجل أن ينفضوا، أي يذهب كل واحد منهم لشغله وحاجته. فيقول القاسمي: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي حتى تصيبهم مجاعة فيتفرقون عنه، يعنون بذلك فقراء المهاجرين. قال القاشاني: لاحتجابهم بأفعالهم عن رؤية فعل الله، وبما في أيديهم عما في خزائن الله، فيتوهمون الإنفاق منهم لجهلهم، ولله خزائن السماوات والأرض،
ولكن المنافقين لا يفقهون، يعني لا يفقهون من الذي بيده خزائنهما رازقهم منها وإن بخل المنافقون. طبعا هنا يلفت نظرنا قول المنافقين لا تنفقوا على من عنده رسول الله حتى ينفضوا. فيقول الشهاب قوله تعالى هم الذين يقولون إلى آخره تعليل لرسوخهم في الفسق وليس تعليلا لعدم المغفرة لأنه معلل بما قبله. وقوله على من عند رسول الله الظاهر أنه حكاية ما قالوه بعينه، يعني الظاهر أنهم قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله، هذا كلامهم بلفظه، لأنهم منافقون مقرون برسالته ظاهرة ولا حاجة إلى أنهم قالوه تهكما أو لغلبة عليه حتى صار كالعلم كما قيل. يعني بعض الناس قالوا لا، هم إما لم يقولوا، يعني لما قالوا على من عند رسول الله إما قالوا ذلك تهكما أو لأن هذا الوصف الشريف غلب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار كالعلم عليه فصار علما، ولا يعني أنهم مصدقون في قلوبهم، أو أنه حكاية ما قالوه بعينه لأنهم منافقون مقرون برسالته في الظاهر لكنهم مكذبون في الباطن. ويحتمل أنهم عبروا بغير هذه العبارة فغيرها الله إجلالا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإكراما، لا تنفقوا على من عند رسول الله من المهاجرين حتى ينفضوا. قوله تعالى هم الذين يقولون وقوله يقولون لئن رجعنا إلى آخره، أخرج البخاري وغيره عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن أبي المنافق يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكرت ذلك لعمي، فذكر ذلك عمي للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، حلفوا أنهم ما قالوا هذا الكلام، ده صبي صغير كيف تبني على كلامه، حلف على أنه ما قال هذا الكلام، فكذبني وصدقه، الرسول صلى الله عليه وسلم كذب زيد بن أرقم وصدق عبد الله بن أبي. يقول زيد بن أرقم فأصابني شيء لم يصبني مثله، يعني من الحزن والهم، فجلست في البيت فقال عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، يعني أنت جبت لنفسك، ليه عملت كذا، ليه هو رسول كذبك ومقتك، أبغض منك هذا الفعل. فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون إلى آخره، فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها ثم قال إن الله قد صدقك، إن الله قد صدقك، حتى ينفضوا أي حتى يتفرقوا عنه، تصيبهم مجاعة، ولله خزائن السماوات والأرض، يعني مليئة بالرزق، فهو الرزاق للمهاجرين وغيرهم، ولكن المنافقين لا يفقهون ذلك. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني لئن رجعنا من غزوة بني المصطلق، والمصطلق هو جذيمة ابن كعب الخزاعي، ولقبه هذا هو مفتعل من الصلق وهو الصوت الشديد، وتسمى هذه الغزاة غزوة المريسيع وهو ماء لخزاعة، وهو من قولهم رسعت العين إذا دمعت من فساد. كانت هذه الغزوة في شعبان سنة 6 للهجرة، وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني المصطلق يجمعون له بقيادة الحارث ابن أبي ضرار والد السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة، فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء يقال له المريسيع من ناحية قديد، اسم موضع قرب مكة، إلى ساحل البحر الأحمر،
فتزاحف الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق. ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. وأثناء عودته كانت قصة الإفك التي تولاها عبد الله بن أبي السلولي المنافق ونفر قليل من المسلمين كما جاء في سورة النور. يقولون لئن رجعنا، يعني من غزوة بني المصطلق أو المريسيع إلى المدينة المعهودة، ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز، عنوا بالأعز أنفسهم، منها الأذل عنوا به المؤمنين. ولله العزة الغلبة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون أي ذلك. قال الزمخشري: معنى قوله تعالى ولله العزة أي الغلبة والقوة، ولمن أعزه وأيده من رسوله ومن المؤمنين، وذلك عطف باللام، ولله العزة ولرسوله، كرر حرف الجر، ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة الغلبة والقوة لله عز وجل، ولمن أعزه الله وأيده سواء كان الرسول عليه الصلاة والسلام أو المؤمنين، وهم الأخصاء بذلك، كما أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين. وعن بعض الصالحات: وكانت في هيئة رثة، ألست على الإسلام؟ يعني كأن الناس احتقروها لثيابها الرثة، فأجابت في عزة قالت: ألست على الإسلام؟ وهو العز الذي لا ذل معه، والغنى الذي لا فقر معه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلا قال له: إن الناس يزعمون أن فيك تيها، فقال: ليس بتيه ولكنه عزة، وتلا هذه الآية: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال الرازي: قال بعض العارفين في تحقيق هذا المعنى: العزة غير الكبر، ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه، فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامها عن أن يضعها لأقسام عاجلة دنيوية، كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها. فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة وتختلف من حيث الحقيقة، كاشتباه التواضع بالضعة، والتواضع محمود والضعة الذل مذمومة، والكبر مذموم والعزة محمودة. ولما كانت غير مذمومة وفيها مشاكلة للكبر قال تعالى: بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. يعني إيه؟ فيها إشارة خفية لإثبات العزة بالحق، لأن المذموم إيه؟ بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، ففي هذا التعبير إشارة خفية لإثبات العزة بالحق والوقوف على حد التواضع من غير انحراف إلى الضعة، ووقوف على صراط العزة المنصوب على نار الكبر. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. في قوله تبارك وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هنا فن يسمى القول بالموجب، القول بالموجب، وهو أن يخاطب المتكلم مخاطبا بكلام، فيعمد المخاطب إلى كل كلمة مفردة من كلام المتكلم، فيبني عليها من كلامه ما يوجب عكس معنى المتكلم، لأن حقيقة القول بالموجب رد الخصم كلام خصمه من فحوى كلامه، نفس الكلام اللي بيكلمه به فبيرد، هو يريد معنى معينا فيستعمل نفس العبارات لكن بمعنى مضاد لما قاله المتكلم، فهو رد الخصم كلام خصمه من فحوى كلامه، مش من اللفظ، لا من فحوى المضمون مفهوم المخالفة يعني، أو من مضمونه. فإن موجب، طبعا هو في أمثلة، يعني إيه لما يقول لك مثلا ضيف: أثقلته، فتقول له: أثقلت ظهري بإحسانك مثلا،
ففي نماذج من هذا، مثلا قول ابن حجاج البغدادي: قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالأيادي، قلت طولت قال لي بل تطولت وأبرمت قال حبل ودادي. يعني إيه؟ ومن ذلك أيضا قول بعضهم: وإخوانا حسبتهم دروعا فكانوا ولكن للأعادي. يقول نحن دروع لك، دروع في صف الأعادي. وإخوان أو إخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوا ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب فقلت نعم ولكن من ودادي. فإذا المخاطب يستعمل نفس الكلمة التي قالها المتكلم في نقيض ما أراد أن يقوله. نفس الشيء هنا، القول بالموجب هنا موجب قول المنافقين الآن في الذكر في الآية: إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام المنافقين من المدينة، وقد كان ذلك. فهم قالوا إيه؟ لا يخرجن الأعز من الأذل. فموجب هذا، موجب هذا الكلام إيه؟ أن يخرج الأعز وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون منها من المدينة الأذل، وهم هؤلاء المنافقون. فألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال على إثر ذلك، هو أنت بتقول إيه؟ العز لا يخرجن الأعز منها الأذل، فموجب ذلك إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى سوف يخرج، أو أن الرسول عليه السلام وهو الأعز سيخرج من المنافقين لأنهم الأذل. لذلك قال عقبها مباشرة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالأعز هو القوي، القوي العزة، وهو الذي لا يقهر ولا يغلب على تفاوت في مقدار العزة، إذ هي من الأمور النسبية. والعزة تحصل بوفرة العدد وسعة المال والعدة. وأراد بالأعز فريق الأنصار، فإن فريق الأنصار فإنهم أهل المدينة وأهل الأموال، وهم أكثر عددا من المهاجرين. فالأعز اللي هو الأنصار أهل المدينة، وكأنه بينظروا بقى نوع من التمييز العنصري بين المسلمين في المدينة: دول جم دخلوا علينا في بلدنا والاقتصاد وانتفعوا بأموالنا ونحن ننفق عليهم إلى آخره، فنحن أكثر عددا لأنها دارنا وأموالنا. ولا يخرجن الأعز منها، اللي هم فريق الأنصار الذي يزعمون الانتماء إليه، منها الأذل وهم فقراء المهاجرين. فأراد المنافق، وطبعا أهل المدينة هم كانوا أهل الأموال وهم أكثر عددا من المهاجرين، فهم نظروا إلى معنى العزة هذا أو العزة بهذا المعنى. فأراد لا يخرجن الأنصار من مدينتهم من جاءها من المهاجرين. وقد أبطل الله كلامهم بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهو جواب بالطريقة التي تسمى في علم الجدل، في علم الجدل اللي هي القول بالموجب، وهي مما يسمى بالتسليم الجدلي في علم آداب البحث. العلامة الشنقيطي له كتاب مشهور اسمه إيه؟ آداب البحث والمناظرة، آداب البحث والمناظرة. والمعنى: إن كان الأعز يخرج الأذل فإن المؤمنين هم الفريق الأعز، وعزتهم بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وبتأييد الله ورسوله وأوليائه، لأن عزة الله هي العزة الحق المطلقة، وعزة غيره ناقصة. فإن كان إخراج من المدينة فإنما يخرج منها أنتم يا أهل النفاق. لا يخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي الصلوات الخمس، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل طبعا هنا يعني أداة الشرط وفعل الشرط، ولذلك الفاء رابطة لجواب الشرط، وقع في جواب الشرط: فأولئك هم الخاسرون. ما أعربهم؟
إما مبتدأ فان أو ضمير فصل، فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، يعني في الزكاة الواجبة. طب ليه قلنا الواجبة؟ لأن السياق يدل على تعذيب من لم يؤدها، فهذا يدل على أنها فريضة وليست مجرد الإيه؟ النفل. فمن قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين إلى آخره، ففيها وعيد، فهذا لا يكون في النفل إنما يكون في الواجب. وأنفقوا أي في الزكاة مما رزقناكم، يعني الإنفاق الواجب مما، من هنا تبعيضية، جزء من إيه؟ من المال. مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. هذه الفاء عاطفة، منعها سببية، فيقول هنا سببية لأنه مسبب عن أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، ربي لولا يعني بمعنى هلا التحضيضية، هلا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. طبعا فأصدق منصوب بعد فاء السببية في جواب الطلب، في جواب التحضيض، يعني هلا فأصدق بإدغام التاء في الأصل في الصد، يعني فأتصدق بالزكاة. وأكون من الصالحين، وأكون بالواو ونصب النون عطفا على فأصدق، وفي قراءة وأكن بجزم النون وحذف الواو لالتقاء الساكنين عطفا على موضع الفاء، لأنه لو لم تكن الفاء في الصدق لكان مجزوما. وأكن من الصالحين بأن أحج، قال ابن عباس ما قصر أحد في الزكاة والحج إلا سأل الرجعة عند الموت، رواه الترمذي. قال الإمام الكيا الهراسي رحمه الله يدل قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى آخر الآية على وجوب إخراج الزكاة على الفور ومنع تأخيرها. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت، فقيل له إنما يسأل الرجعة الكفار، قال سأتلو عليكم بذلك قرآنا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إلى آخر الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية أشد على أهل التوحيد لأنه لا يتمنى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله في الآخرة خير، أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في الآخرة. طبعا في استثناء، حد يكون له خير في الآخرة لكن يتمنى الرجوع للدنيا، الشهيد فإنه يتمنى الرجوع حتى يقتل لما يرى من الكرم. قوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا طبعا شرطية، أين جوابها؟ إذا جاء أجلها فلن يؤخر الله نفسا حان حينها، فلكل نفس أجل لا يتقدم ولا يتأخر. طبعا هذا الكلام ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، الكلام معطوف على مقدر، لأن هنا إيه؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فالكلام فلا يؤخر هذا الأحد المتمني لأنه لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها أيا كانت، سواء كانت تسأل الرجعة أم لا تسأل الرجعة، كله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، يعني هذه قاعدة عامة في كل الناس، إذا أتى أجله فلن يؤخر، واضح؟
فلكل نفس أجل لا يتقدم ولا يتأخر ولا يمنع الموت فيه مانع. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة والله خبير بما تعملون. وفي قراءة: بما يعملون. فأحسنوا العمل في حياتكم الدنيا فهي مزرعة الآخرة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.